بعد ما أخذنا بالمحاضرات السابقة موضوع اليونت ستيب وأخذناه، اليوم نأخذ موضوع جديد اللي هو موضوع الدلتا أو يسمونها بالإمبلس فانكشن. طبعا الفرق بين اليونت ستيب والإمبلس فانكشن هو جدا بسيط. الآن أنا إذا أجي أوضح لي هنا الفرق بين اليونت ستيب والإمبلس فانكشن راح يكون بالشكل التالي. بالحالة الاعتيادية أنا عندي impulse function أو يسمونها باليونت impulse function، وعندي باليونت step function. اليونت impulse function أو اليونت step function هنا أنا عندي دلتا اوف تي ارمزولها، المقدار مالتها يكون وحدة حالتين، يا اما قيمتها واحد اذا كانت تي تساوي صفر، وصفر اذا كانت تي لا تساوي صفر. يعني هنا دالة وليست متراجحة، بينما هنا اليونت اوف تي قيمتها صفر إذا كانت تي أكبر من الصفر، أصغر عفوا، أصغر من الصفر، وواحد تي أكبر وتساوي صفر. يعني هنا شنو صارت؟ متراجحة. هنا صارت متراجحة، هنا صارت يعني بنقطة معينة بلحظة معينة. من أجي أرسم الدالتين أنا بهذا الشكل، هنا نقطة الصفر وهنا نقطة الصفر، فإذا أجي أرسمها الدالة يعني هنا أنا فقط بلحظة واحدة، دالة معرفة بلحظة واحدة عندما تي تساوي صفر مقدارها واحد. هنا الدالة معرفة بالصفر بكل المناطق اللي تكون بها أقل من الصفر، وراح تساوي واحد عند الصفر وبعدين تمتد إلى الواحد. فهنا أنا معرفة بهذا الشكل، هذا يسمونها أمبلس يعني بلحظة. هذه يسمونها باليونت ستيب اللي هي بالدالة الاعتيادية. من اجي اخذ لابلاس لليونت للامبلس للامبلس فاكشن للامبلس فاكشن اللابلاس للامبلس فاكشن هو عبارة عن واحد، هو عبارة عن واحد، بينما اللابلاس لليونت ستيب هو عبارة عن واحد على اس، هو عبارة عن واحد على بس. هسه هذه بدون شيفتنج، بدون شيفتنج. اذا صار عندي يعني بعد ما حولت لابلاس للامبلس فاكشن هي تعطيني واحد، ولابلاس لليونت ستيب تعطيني واحد على اس. نفس هذه الدالة انا اذا اريد نفس هذه الدالة إذا أريد آخذ يعني صار بيها شفتي، فرضا الدلتا تي ناقصا أي صار بيها شفتي، شو راح تكون عندي؟ راح تكون عندي يا أما واحد عندما تي تساوي أي، وصفر عندما تي لا تساوي شنو؟ أي، عندما تي لا تساوي أي. فبالتالي أنا من آخذ الهلابلاس لهذه الدالة لابلاس مثل ما كان لابلاس للدالة الاعتيادية، فلابلاس هنا اقول اليو اوف تي ناقصا الاي راح تساوي جزئين، تساوي صفر تي اقل من اي، و واحد للتي اكبر وتساوي اي. فمن اخذها لابلاس للدلتا اوف تي ناقصا الاي راح تساوي اي تو ذا سالب اي بالاس، اي تو ذا سالب اي بالاس. هنا أنا من اخذها لابلاس لليو اوف تي ناقصا الاي تساوي اي تو ذا سالب الاي بالاس على الاس، يعني الاس هذه مالت من؟ الاس مالت اليونت ستيب، بينما هنا اللابلاس مالتها هو واحد فبقت، يعني معناها هذا المقدار هو فقط للشفتنج اللي هو نفسه، هذا المقدار صار للشفتنج، بينما هذا الاس مالت اليونت ستيب، لان انا اقول لابلاس للدلتا اوف تي هو واحد،
بينما اللابلاس لليو اوف تي هو واحد على اس، واحد على اس. إذن هذا هو الفرق الأساسي بين الامبولس واليونت ستيب. هذه الامبولس أو اليونت ستيب معناها أنا بعض الأحيان أحصل على يسمونها بالدلتا فاكشن. الدلتا فاكشن اللي هي دلتا اوف تي هي عبارة عن اي، يعني اي كونستانت مضروبة بالدلتا اوف تي، مضروبة بالدلتا اوف تي. فمن اجي اخذ لها لابلاس للدلتا اوف تي هي عبارة كأنما اي في لابلاس لفي لابلاس للدلتا اوف تي ويساوي اي في واحد، لان هذا اللابلاس معناتها واحد، ويساوي اي، ويساوي اي. اذا لابلاس للدلتا اوف تي هو اي، الاي هو الكونستانت اللي داخل على الامبولس فانكشن، بما معناه انه لابلاس للدلتا اوف تي ناقصا الاي، لابلاس للدلتا اوف تي ناقصا الاي هي اي في اي تو ذا سالب اي اس. هذه ايضا مهمه جدا ولابد انه انت تنتبه لها. هذه هي فقط الحالتين بالنسبه للدلتا وبالنسبه للامبولس بالنسبه للدوال. هذا هو جاي ماخذهم معرفهم هنا أنا من صفرنا طبعا واحد وليس انفينيتي، هنا هو قطعان، هذه واحد صفر بالتي لا تساوي صفر، هنا يساوي واحد أو يعني يمتد إلى ما لا نهاية، هو معتبرها انفينيتي بس قيمته واحد راح تكون، هو هنا أنا معتبرها إن يعني ما لا نهاية يعني فقط محور واي، تقدر تخليها ايش تقدر تخليها واحد تي يساوي صفر، وهنا أنا حاصل ضرب f of t في الدلتا of t من ناقص انفينيتي لانفينيتي يطلع صفر، هذه يعني كانما هو f of صفر و t عندما تساوي صفر. هذه كلها تعاريف انا ما يهمني بقدر ما يهمني شيء واحد بالاخير اللي هو المحصلة النهائية اللي انا اريد احصلها، وهي اللي تقول انه لابلاس للدلتا اوف تي ناقصا الاي هي ناقصا اي تي ذا سالب اس. هذه فقط حفظها مثل ما كتبت لك بالشيت او بالوايت بورد، اي تي ذا سالب اي، ولابلاس الدلتا اوف تي الاعتياديه هي واحد، وهنا الدلتا اذا كانت هي شفتوا اي تي ذا سالب اس في الاي، الباقي كله في هذا الكيفية. ايضا مثل ما صار اكو شفتين باليونت ستيب للداله، اكو هنا شفتين للدلتا ستيب ايضا في الداله، وهنا يصير اكو فوق تي ناقصا اي تي اكس. هذا مال هذا تعتبر يونت ستيب وليس دام صار بها متراجعه صارت عندي يونت ستيب وليس دلتا ستيب، يعني تعاملها معامله اليونت ستيب بالضبط في حاله الوجود في هذا الشكل. هاي الاشياء كلها هنا باقيين السابقة. هنا ماخذ أمثلة على الدلتا ستيب ناقص اليونت ستيب للدالة، وراء كل واحد من عندهم من اللابلاس الدلتا هي تبدأ سالب واحد ناقص اللابلاس سالب اثنين سالب اثنين، وهكذا بالنسبة للبقية. فقط باقي كله نفس الحل ما عدا انه الدلتا، ما عدا الدلتا كل نفس الطريقة نفس البروسيجر، فقط انه بالدلتا، واحنا قلنا الدلتا بها قانونين، دلتا للشفتين والدلتا للحالة الاعتيادية بكل تكاملات، كلها فقط اثباتات من علاقة ب. نجي لا ناخذ الى جاما فاكشن. الجاما فاكشن احنا من اجي نقول لابلاس للتي اوف ان هي ان فكتوريال على اس اس ان زائد واحد، لابلاس للتي اس ار يعني اذا استبدلت كل ان بيمن في ار ل ال اس مال تي هو تكامل صفر الى انفينيتي تي دي اس ار في سالب اس تي دي، هذا هو الحاله الاعتياديه للابلاس. فمن اجي انا اريد اخذ لابلاس للتي اس ار للداله اس يعني ك فاكشن، راح اجي استبدل هنا بطريقه ال
استبدال مالت المتغيرات بالـ T للـ SN اللي يعوض عنها U على الـ S، يعني فرضية U تساوي R بالـ S، وإجي حل ووصل لهذا الإثبات. إحنا هذا الإثبات ما مطالبين به، إحنا مطالبين به كالآتي: إنه الجاما فاكشن كتعريف، الجاما فاكشن لأي متغير، الجاما فاكشن لأي متغير تكامل من صفر إلى الإنفينيتي إي تو ذا سالب يو، واليو هي الدالة اللي تربط بين الجاما فاكشن يعني المعطاة و يعني مثل أخ أوف إكس أو أي شيء آخر، دي في اليو أوف تي ناقصا أي في دي يو. الجاما فاكشن للتي للأس إن هو جاما إن زائد واحد على إس أس إن زائد واحد. إذن كتعريف للجاما هي عبارة عن إس أس إن زائد واحد جاما اللي هي R أس إن زائد واحد، يعني جاما للR زائد واحد، أيضا هنا نعوض عنه. والجاما لأي تي زائد واحد هو عبارة عن تي في جاما أوف تي، وهسه راح أوضح لك إياها شلون راح تجي. أنا أجي آخذها الجاما هنا، ننتبه لي هذه القانون مهم جدا. هنا هذا القانون أنت عندك بالجدول وتعرف شلون تستخدمه. إذا كانت تي أقل سالب واحد والطلاب أكثر شيء سلت عليه هذا القانون. هنا هذا القانون شلون راح اجي اعوض عن الجاما للان زائد واحد احنا مثل ما كنا ماخذينه، او للار انا مجرد فقط رمز هو ان او ار. فالجاما للتي زائد واحد او للار زائد واحد او للان زائد واحد هو قيمة التي في الجاما للاوف تي. الجاما للاوف تي هذا قانون مالته اللي هو قانون التكامل، يعني بما معناه انه الجاما للتي زائد اثنين او تي زائد ثلاثة او تي زائد اربعة تساوي مقدار التي اللي هي الان طبعا زائد واحد. يعني فرضا هنا لو كانت عندي الان ثلاثة فخليها شنو؟ اخليها اثنين زائد واحد، فصير اثنين في جاما اوف واحد، وهكذا يعني بهذا الشكل. يعني اخليها حسب ما انا اريد اتحكم بيها. إذن الجاما هذا قانون كلش مهم، الجاما للتي زائد واحد أو للان زائد واحد يساوي ان في جاما اوف ان. جاما اوف ان هذا التعريف مالته، جاما اوف ان هذا هو التعريف مالته اللي هو بالتكامل، اللي هو بالتكامل. يعني على سبيل المثال طبعا هذا قاعدة مهمة جدا وهذا تحفظ، الجاما للنصف دائما هو جذر باي، هذا قاعدة مهمة. مثل ما نقول انت فيكتوريا للصفر هو الواحد، الجاما للنصف هو عبارة عن جذر باي، عبارة عن جذر باي. باقي الأشياء كلها تحال على هذه الفرضية، باقي الأشياء كلها تحال على هذه الفرضية انه جاما للنصف هو باي. وبعدين انا ابدأ راح اجي احل. الجاما هو بالضبط فيكتوريا للعدد، الجاما هو بالضبط راح يمثل لك فيكتوريال العدد، يعني جاما اس تي اس نصف وهنا جاما اس تي اس واحد سبعة على اثنين. احنا عندنا قانون يقول جاما للتي للاس ار يساوي جاما ار زائد واحد على اس اس ار زائد واحد، فجاما للتي ناقص النصف يساوي جاما اس نصف لان واحد زائد واحد نصف زائد واحد تبقى نصف على جاما او على اس اس نصف. جاما للنصف ثابته مقدارها شقد؟ جذر باي على اس اس نصف. من اجي الى اقول جاما للتي اس 7 على 2 راح يصير جاما 7 على 2 زائد 1 يصير 9 على 2. هذا قانون مالتي جاما تي اس ار، دائما اضيف لها 1 واقسمها على اس اس ان زائد واحد، الان قيمتها 9 على 2 زائد 1 بس 9 على 2. فهنا 9 على 2 من اجي اخليها هي كانما هي 7 على 2 في جاما اس 7 على 2، جاما اس 7 على 2 على اس اس 9 على 2. جا
جاما السبعة على اثنين هي كأنما فيكتوريال، لأنك هسه أنا أضيف لها واحد بعدين إلى أين أوصلها إلمن إلى جاما أس نصف، يعني سبعة على اثنين، سبعة على اثنين أخليها خمسة على اثنين زائد واحد أو زائد نصف، قلنا بعدين خمسة على بعدين ثلاثة على اثنين زائد نصف، كأنما هو فيكتوريال السبعة على سبعة على اثنين، خمسة على اثنين، ثلاثة على اثنين، كأنما هو فيكتوريال مالت المقدار، وأنقص مرة فقط الأعداد الفردية. ليش؟ لأن هاي السبعة على اثنين أنا شلون دائما أريد أخلي شيء اسمه نصف، دائما أخلي شيء اسمه نصف، لأن دائما أنا أريد أخلي واحد، يعني سبعة على اثنين هي مو كانت تسعة على اثنين، شو أرجحها؟ سبعة على اثنين زائد واحد، سبعة على اثنين زائد واحد هي عبارة عن تي في جاما اوف تي، تي وهذا القانون يقول جاما اوف تي زائد واحد هي تي في جاما اوف تي. هسه راح اوضح لك اياها هنا. من اجي اقول جاما لي، يعني اريد هنا تي اوس 7 على 2، القانون شو يقول؟ يقول جاما اوس تي للاوس ان يساوي، هنا جاما طبعا جاما للتي للاوس ان يساوي جاما للان زائد واحد، هاي جاما ليس اف، جاما للان زائد واحد على اس ان زائد واحد، على اس ان زائد واحد. زين، وانا عندي جاما للان زائد واحد هي عبارة عن ان في جاما ان، ان في جاما ان، وعندي نظرية ثابتة تقول الجاما للنصف تساوي جذر باي. هاي نظرية ثابتة، المفروض كل شيء ارجعه بالاخير يطلع عندي شنو؟ نصف، حتى استخرج من عدة جذر باي في حالة الجذور الاعتيادية، يعني في حالة الجذور اللي فيها كسر، لكن في حالة عدم وجود كسر هو الفكتوريال. هذه هي الجامعة، راح اوضح لك انا بالنسبة للحالتين. هسه هذه راح اخذ المثال اللي بجذر اللي هو هذه 7 على 2، شلون راح اجي احلله؟ فالجاما تي أس 7 على 2 شنو معناها؟ معناها الان مال تي هي عبارة عن 7 على 2، فحتى حصل على هذا القانون فأقول جاما تي أس 7 على 2 راح تساوي فكتوريال 7 على 2 زائد 1 على أس 7 على 2 زائد 1 الفكتوريال مال تي ان. فراح يصير جاما تي أس 7 على 2 يساوي فكتوريال أو جاما عفوا 7 على 2 زائد 1 على أس 7 على 2 1 تطلع 9 على 2. هذا المقدار هذا المقدار معد قانون جاما أس تي او ان زائد واحد يساوي ان في جاما اس ان، فراح يساوي شنو؟ راح يساوي 7 على 2 في فكتوريال او جاما 7 على 2 حسب هذا القانون، حسب هذا القانون 7 على 2، وهنا اس 9 على 2، اس 9 على 2. انا قلت دائما ملاحظة، اذا كان بيها جذر دائما، يعني بيها نصف او بيها كسر، دائما ارجعها الى جذر، يعني او الى جاما او نصف حتى ارجعها الى البول. زين هسه هذه اوكي، بعد عندي هاي 7 على 2، اقدر انا اكتب هذه 7 على 2 اكتبها بيمن زائد 1، فراح اقدر اقول 7 على 2 اذا اريد اكتبها اقدر اقول هي عباره عن 5 على 2 زائد 1. مو هسه توحد المقامات، هنا راح يصير عندك جد 2 5 زائد 2 يصير 7 على 2، فراح اجي اكتب اقدر اكتب هذه
إذن هذا المقدار إذا كتبته بهذا الشكل، 7 على 2 هذه برا، الجاما 7 على 2 أخليها جاما أس 5 على 2 زائد 1 على أس أس 9 على 2. إذن هذه أيضا بنفس الطريقة 7 على 2 في 5 على 2 إيش فقط عندك هنا جاما أس 5 على 2، مو؟ يعني هو القانون يقول N في جاما أس N هنا على أس أس 9 على 2 راح تساوي. أيضا هذه 5 على 2 أكتبها 3 على 2 زائد 1 تصير 7 على 2 في 5 على 2 في 3 على 2 في 1 على 2. بعدين الجاما أس نصف هي عبارة عن جذر باي، جذر باي يعني قاعدة فقط جاما أس نصف وهي قاعدة هنا 9 على 2 فحصلت على نتيجة. هذه إذا جاما للجذرية. الجاما للأرقام الاعتيادية، فرضا أنا أريد أن أسأل جاما للعشرة، أريد الجاما للعشرة، شو أقول؟ أقول هي جاما للتسعة زائد واحد وتساوي شنو؟ 9 في جاما للتسعة وتساوي 9 في جاما، أكتب التسعة اللي هي 8 زائد واحد، فش يصير عندي؟ 9 في 8 في جاما للثمانية وتساوي هذه شخليها 7 زائد، يعني معناها تصير 9 في 8 في 7 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، يعني كأنما فيكتوريال دائما ان ناقص 1، يعني جاما للعشرة هي فيكتوريال 9، جاما للعشرة هي 9 فيكتوريال بهذا الشكل. فقط تحفظ جاما للنصف، إذا كانت كسرية أرجحها الجاما للنصف، وإذا كانت غير كسرية مباشرة هي فيكتوريال الآن ناقص 1 بهاي الكيفية. شوفوا هسه أنا رجع آخر شيء إلى جاما وطلع حجر تقريبا بهذا الشكل. هذا هو القانون الموجود، أنك هاي البريد فكشن إحنا ناقصينها وهذا كله موجود، راح نحل أمثلة إضافية إن شاء الله على المحاضرة اللي تجي.